ورجعنا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، وبنستقبل دكتوره نمي طيب، مدرس مساعد بقسم الصحه النفسيه بكليه التربيه جامعه عين شمس، وحديثنا عن الحب. اولا كل سنه وانت طيبه دكتوره نرمين، والنهارده المصريين كلهم بيحتفلوا بعيد الحب. يعني فكره الحب كنا بنتكلم قبل ما يكون لقائنا مع حضرتك ان هي مرتبطه في اذهاننا دايما بانها حب الرجل للمراه، لكن احنا طبعا قلنا انه الحب معانيه اسمى من كده بكتير. احنا نفهم من حضرتك اكتر بقى. الحب مفهوم شامل وواسع جدا، مش مختص بحاجه معينه. انا ممكن احب ابني او بنتي او طبعا زوجي او بابايا او مامتي او اخواتي، ممكن احب كائنات حيه تانية ممكن زي الحيوانات. صحيح، يعني مفهوم شامل مش مقتصر على الكائنات الحيه اللي هي البشريه، ولكن مقتصر على يعني مفهوم واسع على كل مفهوم جدا. ممكن احب كائنات حيه، في حد بيحب يربي الكلاب، بيحب يربي القطط، بيحب يربي الحمام، حيوانات أليفة أو كده. فالحب ده يعني مفهوم واسع، حتى كمان مش بيننا وبين البشر، هو ممكن كمان حتى الحيوانات عندهم مفهوم الحب ده. في ناس هتقول ازاي ده الحيوانات بيبقى مفهوم الغريزة ده رقم واحد هو مسيطر عليهم أو كده، لكن لا، هو فعلا في دراسات اتعملت قالت ان الحيوانات في برضو في بينهم مشاعر متبادلة، حالات وجدانية من الحب والمشاعر الجميلة اللي ممكن يتبادلوها مع بعض. يعني في دراسات علمية رصدت ان في حب ما بين ومشاعر ما بين حيوانات وبعضها البعض كمان. بالظبط. لو احنا جينا اتكلمنا على نطاق الاسره، عايزين نطبق الحب ده على نطاق اتفضل. الاسره، هنتكلم ان الحب ايه هو معنى الحب اصلا. الحب ده حاله وجدانيه ساره انا بمارسها مع المحيطين بيا نتيجه شعوري ان انا بالراحه ناحيتهم. يعني انا مش هحب حد الا لما اكون انا مرتاحه له، يعني هيجي الاحساس الراحه بيضاهيه او بيساويه مشاعر الحب. لو جيت اتكلمت عن لو اتكلمت على الزوجين، هو المفهوم هيقتصر على الاثنين، لو هنتكلم في اطار الاسره هيبقى الزوجين وابناء. هنتكلم عن الزوجين، ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه، صدق الله العظيم. فمفهوم الحب بين الزوجين مقتصر في ثلاث صفات ربنا سبحانه وتعالى اختصهم: في السكن وفي الموده وفي الرحمه. الثلاث صفات دول بيبقوا متوفرين في الزوجين بس. يعني انا مش هقول السكن والمودة والرحمة دي ممكن يبقى بين الاخوات او بين الاباء والامهات، لا، انا بقول ده بين الزوجين ربنا اختصهم، ودي علاقة قدسية يعني سامية وجميلة جدا، معناها جميل ورائع. لو احنا طبقناه في الاسرة هنقدر نحقق الحب بين الابناء. طيب انا عشان انتقل يمكن الاسره هي دكتوره نرمين، شايفه حضرتك الاب والام والاطفال مترابطين في كيان واحد، الايد ضمهم شيء جميل، هم نسيج واحد، انا بشبههم بالنسيج الواحد ان هم بيبقوا فعلا لما بيكون في ترابط ما بينهم هيسود الحب، وبعد كده هيسود لما يكون في حب هيبقى في انتاجيه. انا لما هكون انا في الاسره حاسس بمشاعر الراحه والحب اللي هيحصل لنا هي مشاعر جميله جدا، كفايه الطاقه الايجابيه اللي طالعه منهم من وشوشهم وهم بيضحكوا ومبتسمين، دي حاجه كويسه جدا. المشاعر الايجابيه دي لو هي توفرت معايا في الاسره، انا لما اكون في نطاق عملي هيبقى انتاجي كويس، هبقى رايح العمل حاسس بالرضا. لو في مشاعر حب ما بين اصدقاء العمل قصدك بالظبط بينعكس عليا يعني، وعلى نجاح العمل كله، وعلى نجاح المؤسسه كمان. يعني لو في تيم ممكن احنا ننجح بسبب ان احنا جوانا في مشاعر حب وفي مشاعر رضا. الله عليكي، زي مؤسسة مثلا مستشفى 57، زي مؤسسة دكتور مجدي يعقوب، كل المؤسسات دي الحقيقة تحسي فعلا قد ايه هي ناجحة، يمكن بجد بتحسي انه العاملين فيها فعلا ما بينهم وبين بعض. بشبهها دايما قلب رجل واحد، يعني هم كلهم ايد واحدة متفقين على حاجة جميلة جدا، ان احنا هنتعاون لحد ما نحاول نوصل للمؤسسة دي لأعلى حاجة نوصل بها للطب زي ما بيقول. فمشاعر الإيجابية دي انا لما تكون موجودة فيا هتنعكس عليا. طيب هتنعكس عليا ازاي؟ لما يكون انا حاسة بالتوافق الإيجابي او التوافق الذاتي. التوافق الذاتي يعني ده هيجي ازاي؟ التوافق الذاتي ده كان في عالم من علماء النفس اسمه كارل روجرز كان اتكلم عن النقطة دي، قال انا عشان احقق التوافق مع الاخرين ان انا اكون متوافق معاهم، يعني بمعنى ان انا اكون حاسس بان انا بنتمي ليهم، مرتاح معاهم، حاسس بالرضا والسلام، لازم الاول يكون التوافق ده انا حققته مع نفسي الاول او مع ذاتي. عشان احققه طبعا في شروط كتير عشان اقدر احققه. رقم واحد ان انا اكون عارف ايه هي نقاط القوة والضعف عندي، ايه هي عشان ابدا لو قوة انميها واطورها، ولو هي ضعف احاول اعالجها واشوف الخلل فين. هبدا من هنا هبدا اوصل لمرحلة الرضا او مرحلة ان انا خلاص انا راضي عن نفسي عشان انا عارف
اواجه نفسي كويس. في ناس بتخاف من المواجهه، بالنسبه لها المواجهه دي رقم واحد، بالنسبه لها خلي المواجهه دي بعدين في الاخر خالص، فبالتالي ما بتحققش التوافق الذاتي. انا لما يتحقق عندي التوافق الذاتي هبدا بعد كده احقق التوافق مع الاخرين، ان انا هحس ان احنا كنا مترابطين مع بعض. طيب انا في الاسره لو انا زوجه او زوج، انا هتعامل ازاي وانا مش حاسس بالتوافق مع زوجتي؟ الخلل ده بيجي من ايه؟ انا كان في جلسه عملتها، كان سايكو سيرابي، كان زوجه في الجلسه كانت بتقول ان زوجي ما بيسمعنيش وما بيحاولش ان هو يحتوي البيت، حاسه دايما ان هو كل حاجه يعني عامل لها فوكس على الحاجات اللي هي الضروريه، يعني زي مثلا الاولاد عمال اخبارهم ايه كويسين، طب تمام ما فيش اي مشاكل خلاص، ان هو لغه الحوار بيني وبين زوجتي ده مش موجوده. فده ادى ان هو ان هي مش عارفه تتوافق معاه، فلقت ان هي حاسه ان هو اتغير بعد كده، يعني هي متزوجه بقى لها سنتين حاسه ان هو في تغير. كان في مؤتمر كان بيناقش النقطه دي، هل الاشخاص، وده سؤال كتير بيطرح في اذهاننا، هل الاشخاص بعد الزواج بيتغيروا او المشاعر الحب بتقل؟ المؤتمر كان عامل بيبر في الموضوع ده وقال ان احنا كلنا للاسف احنا عندنا سمات شخصيه اللي هي البيرسوناليتي تريتس، انا دي يعني موجوده فيا وثابته ما بتتغيرش، يعني انا فيها سمه شخصيه وليكن مثلا انطوائيه او انبساطيه، هي بتبان فيا وموجوده فيا، بس انا لما باجي ارتبط بحد في حاجه اسمها الفيرست امبريشن اللي هو الانطباع الاول، انا اول ما اشوفه بقول فلان انا ارتحت له. الراحه دي جت من ايه؟ جت انا حاسه ان انا ارتحت له، مجرد احساس، يعني هو في اللا شعور عندي هو مجرد احساس. ولكن ممكن واحده تقول لي طيب انا اول ما شفت فلان حسيت ان هو كريم، جالك الاحساس ده منين؟ هو احساسي كده. دايما البنات لما بتقابل اي حد خصوصا فارس الاحلام، يعني هتحاول انها تشوف ان هو والله هو كويس ومش بخيل، كريم جدا وحاسه ان هو رومانسي، مجرد بس احساس، عشان خيالها اللاواعي او اللاشعوري هيئ ليها ان فلان ده هو كده، رسم لها كتالوج او مخطط ان فلان متوفر فيه الشروط دي، فبدات تصدق الشعور او الاحساس ده وبالتالي بدات ترتبط بيه. بعد ما ارتبطت بيه وتم الزواج خلاص، بعد كده لقيت ان هو عكس كده خالص، هو مش عكس كده، هو كده اصلا، هو اساسا يعني لو الصفات اللي انت شفتيها اتغيرت فيه هي اساسا كانت موجوده بس انت كنت متغافله عنها، انت كنت شايفه ان فلان ده او الزوج اللي انا ارتبطت بيه ده هو كان كويس، ما كانش فيه اي صفات ايجابيه. العقل الباطن بيعمل فوكس اكتر على الحاجات البوزيتيف، الحاجات الايجابيه، وبيتداشى الحاجات السلبيه. عشان كده دايما بنقول ان في بعض الناس بعد ما ترتبط وبتحب بعد كده بحس ان الحب قل والاعجاب قل عشان انت كنت شايف الحاجات الايجابيه دي ظاهره عندك قوي وكانت بتمثل 3/4 الشخصيه، ولكن الحاجات السلبيه انت كنت متغافل عنها بس هي موجوده والشخص ده ما كانش بيمثل عليك. طيب لو اتكلمنا دكتوره نرمين على العلاقه بين الاب والام وبعضهم البعض وتاثيرها على الاطفال، دي برضو النقطه اللي يمكن تهمنا جدا، يمكن كتير جدا من الساده المشاهدين دلوقتي يعني فعلا عندهم اطفال، وتلاقي عندنا مشاهدين كتير جدا لقناه النيل التعليميه. احنا بجد عايزين نقول يعني انه فكره انه في اطفال لازم يكون اولا في مشاعر حب حسنها من الاب والام تجاههم، والاب والام نفسهم لازم مشاعرهم لبعضهم تبقى واصله لاولادهم، يحسوا ان الاسره فيها حب وفيها تراحم. يعني المشاعر دي لازم عشان تتوفر، انا عايزه اقول ان احنا دايما نحاول نسمع اولادنا، يعني حتى ولو لغه حوار، يعني بمعنى ممكن ام تقول لي طب والله انا ابني صغير لسه طفل صغير في الحضانه ومش مش هقدر اتكلم معاه مش هيفهمني. لا بالعكس، انت لما تتكلمي معاه تفتحي معاه موضوع، انت عملت ايه النهارده؟ طيب انت كنت اليوم بتاعك كان ماشي ازاي؟ عملت ايه؟ قابلت مين؟ طب اتكلمتوا في ايه؟ الحوار ده هيخلق بيني وبين الام، هيكسر الحاجه اسمها ايس بريكنج، انا بكسر التلج والحواجز اللي بيني وبين الام، انا بحاول ان انا يبقى مفيش عائق بيني وبين ماما او بيني وبين بابا لما انا اتكلم معاه. لغه الحوار رقم واحد، ويمكن الاطفال كتير يعني بيجي لهم تاخر في الكلام عشان خاطر مفيش حوار في الاسره، مامته مش بتكلمه، ما بتكلم، متجاهلاه، حاسه ان هو مش هيفهمني، ده صغير عادي ممكن يكتسب اللغه دي بعدين. فدي حاجة مهمة جدا. الام كمان انشغالها في العمل، احنا طبيعة الحياة عندنا او رتم الحياة ان انا دايما مش فاضية مشغولة، الام بتشتغل الاب بيشتغل، فبالتالي الطفل هو بيبقى ضحية عايز حد يسمعه.
الام ممكن تكون مشتغله يعني مشغوله في مواقع السوشيال ميديا، يمكن في كتير من الامهات كل همها الشاغل الاول ان انا السوشيال ميديا، ان يعني انا ادخل على الفيس والواتساب انت وخلاص. عارفه احلى حاجه بيجي دكتوره نيمين انك انت شاعره جدا بالامهات وعارفه كويس ما بيعملوا ايه. خلينا نقول ان التواصل الاجتماعي مهم جدا، وان احنا ما فيش حد بيستغنى في بيته دلوقتي عن مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الحقيقه انه يطغى على حياتنا الاسريه، فبقت كل حياتنا تقريبا يعني متشيره، معمول لها شير على بالظبط. على يعني انا الواتساب وعلى اعرف الفيسبوك، لكن في الواقع ما فيش حاجه. هو سؤال جميل، في امهات فعلا بتقول انا ما بعرفش اخبار ابني الا من خلال الفيس، يعني ممكن بتسمعيها الطفل دي؟ بيشير حاجه حصلت في المدرسه او بيحكي موقف على البيج بتاعته او على الصفحه بتاعته، فالام شايفه ايه ده، ده مش ممكن، ده ما حكاليش، ده ما قاليش، فده يعني بيعمل مشكله بينه وبين الام. الام بعد كده انت ما حكيتليش ليه، ما قلتليش ليه، هو العبء الاكبر برضو على الام، العائق الاول الام، انت ما كلمتهوش. ففي الله ناس عليك يا بتعرف دكتور، اخبار بعض الله فعلا على الفيس يخليك. ولسه قاعدين في بيت واحد، يعني مش انت متخيله انه فعلا ده بيحصل؟ انت عارفه يعني مثلا عايزين بعض في البيت، بينادوا لبعض من اوضه لاوضه، بيكلموا بعض على التليفون او بيبعتوا على الواتساب بالظبط. هات حاجه من الاوضه التانيه، الكلام ده عشان كده انا سمعته كتير. انا بس الواحد ما بيتخيلش انه في حياه ناس كده، لكن هل نتخيل يعني انت لا، في تقصدي بقى كتير كتير ان في جدا حياه ناس بقت حالات كده؟ كتير جدا بتحصل نتيجة ان انا يعني ملخومة بعيد عن اولادي او ان انا مشغولة كلامك عنهم. بقى ده مهم جدا. احنا بنتكلم عن الحب النهارده يا دكتوره، هل خلينا نبقى قدام شويه، ان المعنى الحب ان اوصل الحب للي قدامي، ابني او بنتي او اخويا او زوجي او المحيطين بيا، من خلال مشاعر حقيقيه، مش مشاعر مجرد مكتوبه برسائل نصيه مكتوبه ب بالظبط. ب ب ب او بتسجيل صوتي على موقع التواصل. ما ينفعش احنا الكلام ده. فقدنا فعلا ان احنا يبقى في ريليشن بيننا وبين صلة الرحم، خلاص ما عادش فيه دلوقتي صلة كل الرحم، ايوه حاجة. خليني اقول لك ان الحب هو صلة رحم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، بالظبط. والقرآن الكريم حث حتى جدا على صلة الرسول صلى الرحم. الله عليه وسلم قال كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والله الاب مسؤول عن الرعية بتوعه والام كذلك. انت في مؤسسة مشتركة، انت بتحاول ان انت تنجحها انك تشوف حقوقك ايه وواجباتك ايه عشان تقدر تحقق الحب. الحب هيتحقق الحب ازاي؟ الحقيقي، يعني عارفه حضرتك بالظبط، الحب الحب الحقيقي الحقيقي. يعني. والحب الحقيقي فعلا اللي بيبقى موجود اكتر اللي هو بين الام وابنها او بين الاب وابنه، العلاقة دي علاقة جميلة جدا لان هي خالية من اي الحب مصالح. الحقيقي اللي فيه مشاعر، على فكره مش عيب ابدا ان احنا نحضن اطفالنا، ان احنا نقبلهم، ان بالظبط. احنا نطبطب عليهم. رسولنا الكريم في عمل ده اطفال كتير فعلا جدا. كتير بيقولوا ماما بقالها فترة كبيرة قوي ما حضنتنيش ولا بستني، انا حاسس ان هي يعني بتكرهني. طب رسالتك لكل اطفال ام شايفاك وهم دكتوره عندهم نميره، خمس ربنا يختم سنين ست معاك. سنين لسه صغيرين 5 6 سنين مفتقدين الاحساس ده. الحقيقه دي رسالتك النهارده، يمكن من في عيد الحب واحنا بنحتفل بعيد الحب بجد، ان احنا اتكلمنا اهو عن الحب الحقيقي. كل ام وكل اب شايفينك دلوقتي تحبي تقول لهم ايه على اولادهم، واحنا بنختم معاكي. بنحاول ان احنا الاول رقم واحد ان انا اسمع ابنائي، احاول ان انا اشوفهم هم عايزين مني ايه او انا عايز منهم ايه، يعني احاول ان انا احس الاحساس الامومه ده افعله بجد، واحساس الابوه برضو افعله، مش مجرد ان انا اب بجيب فلوس لابنائي والام مجرد ان انا قاعده معاهم بحاول ان انا احميهم لو هم حصلت لهم اي حاجه او كده، مجرد بس حمايه. انا عايزه يبقى في فرق بين التربيه وبين ان انا العنايه، التربيه غير العنايه خالص، لان الحيوانات عادي بتخلف وبتحافظ على اولادها، لكن انا كانسان او يعني احنا ناس بشريه عموما ربنا اختصها بان احنا لنا حاجه تانية، مقومات تانية نكلم خالص بعض اللي هي ونحضن بعض التربيه. ونحب بعض، التربيه مفيش بالحب، مشكلة. التربيه ان انا احاول اربي ابني على قيم واخلاق حميده، اعرفه الصح والغلط. الكلام ده هيجي منين؟ مش هيجي من عيب لغه ابدا ان الحوار. احضن ابني، مش عيب ان اقبله، مش عيب ان بالظبط. اطبطب عليه، يعني دي اللي عايزين نقولها دي دكتور، دي رقم واحد عشان ودي اقدر مهمة احقق جدا، الحب بين الابناء. دي اهم حاجة الحقيقة. حابب نشكرك جدا دكتورة نرمين طيب، مدرس مساعد بكلية التربية جامعة عين شمس، التوفيق دايما، ونتمنى لك شكرا بجد كل لحضرتك، سعادة وكل سنة وحضرتك طيب حضرتك بمناسبة عيدها. طيبة، شكرا. نشكرك جدا، وبنشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام. يا ريت ان شاء الله تقضوا النهارده حضراتكم كلكم عيد حب سعيد، وزي ما الدكتورة قالت صلة الرحم ما بيننا وما بين بعضنا البعض فرصة كويسة جدا النهارده ان احنا نحتفل بيها. بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا على وعد بلقاء جديد وحلقة جديدة، وصباح التعليمات.